أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. مجلس النواب وأخيرا يتمكن من حسم ملف الرئاسة، لكن الأمور فيها الكثير من التفاصيل، وهناك الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى اتفاق وتوافق سريع وحاسم. فالحديث مثلا عن قانون العفو العام، وعن قانون أو مقترح قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقضايا أخرى كثيرة. من المفترض أن يكون العمل البرلماني مختلف في طبيعة التعاطي والعمل معها حكوميا. أيضا هناك جملة من التحديات والنقاط التي يجب أن يكون هناك عمل سياسي مختلف في طريقة التعاطي معها، سواء كان على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نريد أن نتحدث عن مرحلة ما بعد رئاسة المشهداني لمجلس النواب. هل الأمور ذهب باتجاه أن يكون هناك توافق واتفاق بين كل القوى السياسية على تمرير الأمور بشكل سريع دون اعتراض، وأن تذهب القضية باتجاه الصفقة الواحدة والسلة الواحدة كما تعودتم وتعودنا على مدار السنوات الماضية، أم أن ثمة خلافات ستظهر خلال المرحلة المقبلة، وهذه الخلافات والتقاطعات ستؤثر في النهاية على كامل المشهد السياسي وتعقد الأوضاع، على اعتبار أننا نقترب تدريجيا من الموعد الانتخابي المنتظر، هذا الموعد الذي ستتصاعد فيه حتما نوعية الصراعات السياسية والخلافات السياسية بين البيوتات السياسية على المستوى المكونات سنيا. هل الأمور ذاهبة باتجاه أن يكون هناك تنظيم للبيت السياسي السني، على اعتبار أن الأمور كانت عاصفة خلال الفترة الماضية، ومع انتهاء ملف رئاسة مجلس النواب هل ستكون القصة مختلفة تماما شيعيا أيضا؟ فالإطار كان يعاني من حالة انقسام وانشطار على مدار الأزمات التي مر بها، فهل الأمور ستتسع فيها دائرة الانشطار والأزمات والانقسام، أم أن الأمور الخارجية والضغط الداخلي أيضا سيجعل القوى الماسكة في القرار داخل الإطار يمكنها الثقل الذي تمتلكه من الاتفاق وترتيب أوراقها بشكل سريع؟ أيضا كرديا جملة من التحديات، فكيف يمكن لصناع وقادة القرار السياسي أن يتعاملوا مع هذه التحديات الحاضرة في الميدان السياسي؟ أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الأستاذ وائل الحازم، ورحب بحضرتك كل الترحيب أستاذ وائل، وأيضا القيادي في حزب القسم الوطني، تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون. ورحب بحضرتك سيد عبد الرحمن. وخليني أبدأ من عندك سيد عبد الرحمن، الحديث عن مرحلة ما بعد رئاسة السيد المشهداني لمجلس النواب، هل نحن نتجه الآن إلى دائرة الاستقرار وتنظيم الملفات وحسم الملفات، لولا رايحين لمشاكل أكبر وأكثر تعقيد؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة إلى قناة سامراء الفضائية وجمهورها، وتحية خاصة إلى الأستاذ وائل ضيفك. الله يحييك. الله يحييك سيد الله. أستاذ علي، نعم لربما نعم ربحنا الخلاف أنه انتهى برئاسة السيد محمود المشهداني. من اللي ربح؟ ربح طبعا المكون، أنا أعتبره قبل هذه، والإطار وإدارة الدولة، لأن كان صراع ومتهم به الإطار كشريك بتأخير. بالنهاية سويتوا لبراسكم. نعم سويتوا لبراسكم. والله يعني هذا رأيك محترم، ما أريد أناقشك فيه، بس أريد أكمل الجواب. يلا تفضل. هذا النقطة الأولى. ولكن فيما يخص الرؤية البعيدة الأمد اللي جنابك تحدثت بها بالمقدمة هذه الكريمة، أعتقد لا، الخلاف لا يزال قائم، وهو لا يزال لحد الآن الخلاف ما بين التيارات والكتل بين المكون السني، والتي اليوم حصلت على أنه تقدم أن تذهب برئيس البرلمان إلى بر الأمان في البرلمان العراقي، لكن لا يزال الخلافات في موضوع القوانين المتأخرة التي لم تحسم على طوال هذه الفترة، وهنالك جدلية ولجان، مثلا قانون العفو، قانون الأراضي، قانون الأحوال، قانون تقاعد الحشد. هسه احنا عندنا هذا المثلث، العفو والعقارات وتعديل الأحوال الشخصية، هن أربع قوانين مهمة. ترى تعرف ليش؟ لأن هذه القوانين في حد ذاتها هي مقسمة، مثلا الأكثر من يطالب، الأغلبية يعني أتحدث مو يعني الكل، الأغلبية تطالب باعتبار هذا القانون يعني خص شريحة مهمة من جانبهم، قانون العفو العام المكون السني. تمام. الإخوان الإقليم يطالبون بقانون الأراضي.
نعم. اللي عليه إشكالات كبيرة طبعا. الإخوان الشيعة خلينا نقول تعديل الأحوال الشخصية، تعديل الأحوال الشخصية باعتبار هذا أيضا يخصم القانون، وقانون تقاعد الحشد هو عام لكل باعتبار أكثرية عندكم قانونية. لا لا ما أكثرية، لا لا هذا اتهام. لا لا إذن أنا إذا تجي تتحدث لي عن الرؤية، أنا أتحدث اليوم الأخ السيد محمود البشداري أرى أن هنالك تمشي لهذه القوانين، ولكن هنالك روج في المنطقة. اي بس عنده رأي ورأي مهم الدكتور المشهداني بموضوع الأحوال الشخصية مثلا، يقول خدتجي المدونات يلا نصوت، هذا تحول ورأي قوي ومؤثر. يعني هو مو هذا مو تحول، المدونات اي لا المدونات يعني تاخذ وقت تجي الدورة وما تجيك المدونات. المدونات تجي توصل، بس اكو قضية اسمها اليوم لجان، واللجان الأغلبية هسه هي موافقة على قانون الأحوال. إذا قانون الأحوال أنا في توقعاتي كل القوانين، رئيس البرلمان جاي يقول نريد مدونات يلا نروح للتصويت، إذا أجزمت بقضية العاد. إذا قانون الأحوال هذا لم يمرر أو تم التأخير لن يمر القوانين البقية. مو هو هذا الحديث إنه العفو مقابل تعديل، مو أنت جاي تقولها إذا ما يمر. أنا أقول أنت جنابك تقول السيد رئيس البرلمان العراقي يدعي الآن، أنا ما سامحك تصريح طبعا موجود الجنابة يقول المدونات غير، لا لازم توصلنا المدونات يلا من الجانب الشيعي ومن الجانب السني، خلي تجينا المدونات. ماكو مدونات انت المدونات بعد 6 اشهر بالقانون يلا تجي، ماكو اشكال. اذا احنا عندنا من الشهر العاشر احنا عندنا حتى انتقل للاستاذ وائل، الخلاصه تريد ان تقول انه في حال لم يمر قانون او مقترح تعديل احوال الشخصيه ماكو عفو عام. مو ما اقول انا، بس انا اقول يتاخر. لا يتأخر لو ما يمر. لا لا يتأخر، ماكو ما يمر. إذا القوى السنية ما إذا القوى السنية ما صوتت لك على مقترح تعديل الأحوال الشخصية، شلون راح يصوتون لعد على قانون العفو؟ هسه ما أريد أوصل. شلون راح أنت ليش أنت ليش يعني تلزمني من إيدي التوجيه؟ واحدة بواحدة. لا لا أنت تلزمني من إيدي، يعني أنت تصرح تصريح كرئيس برلمان تقول أنا هذا القانون مثلاً ما أمشي. ما قال ما أمشي. رأي رأي. جيب له مدونات. مدونات. تمام. وهنالك تأخير لمدة 6 أشهر. وما شابه ذلك. أنا أقول لك أيضا هي سلة واحدة، هي القوانين طبعا أكيد طبعا ما تكتمل إذا مو بسلة واحدة، وهي العملية السياسية كلها بسلة واحدة. جيد هسه هذه أرجع لك بها أستاذ عبد الرحمن، لكن خليني أرحب بحضرتك أستاذ وائل. أنا قلت بس أستاذ وائل الحازم ما خليت أي صفة، سياسي مستقل. سياسي مستقل. سياسي مستقل. زين تجيب نفر كباب احلف لك. خلينا اتحدث ويا حضرتك الان باللي ذكره الاستاذ عبد الرحمن وهو يتحدث عن موضوع القوانين والازمه اللي من المفترض انها انتهت داخل مجلس النواب. اذا الصوره واضحه على مستوى المكونات، لدينا قوانين كل جهه سياسيه تدعم وتدفع باتجاه اقرار هذا القانون، لكن الواضح اكثر أنه هذه القوانين لا يمكن لها أن تمر إلا بالتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. يعني بداية مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيفك المحترم السيد عبد الرحمن جزار وعلى جمهوركم الكريم. حياك الله. بس أكو نقطة أريد أعقب فضل. قالها السيد عبد الرحمن أريد أعقب عليها، اللي هي قضية أنه تقدم نجح في أن يجلب رئيس البرلمان. هذا اللي ما سعى تقدم إلى طرحه إعلاميا، ولكن بالحقيقة الموضوع بعيد جدا. شو يعني احنا نعرف كل زين أنه الدكتور محمود المشهداني قدم أوراقه بصيغة رسمية، هو مرشح عزم، كتلة عزم، وعندما دخل في الجلسة الثانية أي بعد انسحاب الشيخ شعلان الكريم دخل كمرشح متحالف مع حزب تقدم ضمن تحالف تقدم، ما فاز. فإذا إذا تقدم ما قدر يفوز بذيك الجلسة، شو راح يقدر يفوز بهذه؟ بالنهاية الرجل من دخل بال. بس كان يتحدث بلغة الأرباح، الرابح هو تقدم والإطار وتحالف الدولة. منو الرابح؟ من وجهة نظرك الرابح هو دكتور محمود المشهداني. صعد صعد نتيجه وبعدين تقدم. لا التقدم ما له اي علاقه، هسه المكون السني ربح. شلون غير مرشح؟ ما يمثل المكون السني. لا لا لا. اول فرحه في البرلمان العراقي هي للسيد الحزب. اي هذه الفرحه انتم ترجمتوها غلط، هي كانت فرحه بالخلاص من سالم العيساوي.
انتم ترجمتوها فرحه. لا اله الا الله، ليش منافسه؟ ما كان سعيدا لاختيار رئيس لمجلس النواب؟ لا خب هو هذا الكلام واضح، يعني النائب هيبة الحلبوسي قبل الجلسه اليوم اشوفك ضد الحلبوسي. لا هو انا 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 هذه ايش قد ردت اقنعكم بها بس انتم ما اقتنعتوا. انه انا في ذيك المرحله كنت صاف مع الحلبوسي بقضيه معينه. زين. بس هالقضيه راحت، يعني شلون يعني شلون يعني لازم اضل عمري كله. زين. احنا بالنتيجه عباره عن اراء اراء ترضي ضمائرنا، نتكلم بيها نطرحها للشارع. قضيه الانتماء ما انتماء هذا كلش بعيد عنا. يعني اقول انه الكلام كان واضح، النائب هيبة الحلبوسي قبل جلسه البرلمان بيوم قال احنا هذه الجلسه، وهذا لقاء متلفز ومسجل موجود، قال هذه الجلسه ما تعنينا واحنا راح نقاطع هنقاطع الحضور، ما راح نحضر للجلسه. وكذلك نفس الكلام كرره السيد محمد الحلبوسي في لقاء على العهد اللي ايضا صار قبل الجلسه بيوم. بالنهايه ما كان دكتور محمود هو خيار تقدم بالجلسه الاخيره. اللي حسم الموضوع تذكر جنابك احنا سوينا حلقه تكلمنا من كان هو مرشح تحالف تقدم ما قدروا يفوزوه، ولكن بعد الالتئام الصار عند المكون السني بعد ضياع البيان اللي اصدره العزم والسياده الاطار التنسيقي من شاف انه المكون السني اتحد هسه هو مع تحالف تقدم وعزم والسياده ايدوا ترشيحه، اذا التئم المكون السني راح الاطار باتجاه دعمه. هسه كل هذه الامور اصبحت من الماضي، نحن الان امام واقع. السيد المشهدان رئيس المجلس النواب، خلينا نناقش الملفات الحاليه. شنو المشكله؟ اكو مشكله استاذ علي. اللي هي اكو مشكله انه اليوم انا اتحدث بانه انا اللي جبتك وانا صاحب الفضل عليك وانت يجب ان تكون منو اللي يقول تحت طوعي، منو اللي يقول واي انجاز تريد تسويه هذا راح يحسب منو هذا اللي يتحدث بالطبع. بالتالي التقدم يتحدث مع المشهدان طبعا، والواقع شو يقول؟ الواقع انه الدكتور المشهداني اجى نتيجه اراده سنيه شيعيه كرديه اتفاق ودخلوا للجلسه. بل على العكس، خلي اقول لك فد معلومه مهمه. تدري ال 55 نائب ايش لعبوا دور بالجلسه الاخيره بالجوله الاولى؟ راحوا قسم صوت لمحمود المشهداني وقسم صوت لسالم العيساوي حتى لا احد بيهم يحصل على ال 50 زائد واحد يفوز. منو كشف الموضوع؟ كشف هادي العامري. هادي العامري خبر على محمد الحلبوسي قال له تعال على ربعك دي خربطون. تحول القسم اللي كان يصوت لسالم العيساوي الى اوراق تالفه 39 ورقه تالفه. ها وين صايره هاي؟ وين اكو هيك عدد؟ عدد مخيف، هذا عدد مو طبيعي. زين. بالتالي اليوم هسه خلينا نناقش المقايضه الان. مو هو حتى نتكلم بالصيغه الصحيحه. اليوم دكتور محمود النتاج اتفاق سني شيعي كردي. جاي باسم المكون السني، يشغل منصب سني، ولكن هو بالتالي هو للعراق كله. زين. سينجح دكتور محمود في معالجه الكثير من المشاكل اللي قد لو غيره يطرحها تنحسب طائفة. راح ينجح بتمرير العفو العام؟ هو لازم ينجح، ولكن يا عفو عام، احنا عندنا مشكلة بقانون العفو العام. هو بالمناسبة ترى هو قانون العفو العام هو نفسه بس صار عليه تعديل. تمام. مشكلتنا مع العفو العام هي قضية الانتماء. اللي هم الناس اللي قعدوا مساكين في بيوتهم وانسحبت القوات الأمنية من مناطقهم وسيطر داعش. طبعا. ولا عنده قدرة يغادر يروح نازح، ولا عنده قدرة يبقى، ولا فشي يسوي قدر جيد تمام يبقى ويمشي أموره. هذا لكن ما قتل، هذا ما قتل جيد. ما اشترك ما هذا خلينا نناقشها مع الأستاذ عبد الرحمن. قصدي هذا اليوم العفو العام بهذه الصيغة ما يشمله، احنا نريد يشمله. جيد تمام أستاذ عبد الرحمن. إذن الحديث عن المشكلة الآن يقول لك احنا مشكلتنا مثلا مع العفو العام هي هذه النقاط اللي تتعلق بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، والموقف سنيا واضح من هذا القانون، لكن شيعيا شنو مشكلتكم مع العفو العام؟ وين المشكلة عندكم بالعفو العام؟ وين القلق من العفو العام؟ لا العفو ماكو قلق استاذ علي. في السجون العراقية موجود شيعة وسنة وكرد وحتى عرب. زين. يعني العلم موجودين. يعني تنظيم داعش للأسف الشديد يعني حل بالدمار والخراب، وبالتالي اختلطت الأوراق، وبالتالي أنا أعتقد أحد النواب الأخوان التقيت به بالنص الواحد يعني
قال لي عندنا مشكلة يطالبون يعني إحالتها وإخراجها من هذا الموضوع، وهي قضية المخبر السري التي يعني أكثرت السجون بالتالي، وهذه كانت عداءات شخصية. هذه وحدة من اللجان اللي أكو اعتراض عليها. لا يوجد اعتراض شيعي بحت بهذا الموضوع، بقدر ما أنه يسلم الموضوع قانونيا. يعني أنا ما ممكن اليوم مثلا أسوي تعديل، مثلا ممكن موضوع شوف المخدرات مثلا كل المخدرات هي يعني مشمولة بأنه لازم أنا أخليها في خانة عدم العفو، لا أكو يعني بها مجال واضح القضية لمعالجة الأمور مثلا بالتوريط بغيرها المتاجرة وشابه ذلك. هذا جانب مثلا قضية موضوع المخبر السري. أكو تخوف من أنه يحسب الأمر نصر سياسي لطرف سياسي سني اصلا الشيعة اذا امر القانون؟ لا عندكم تخوف من ان يحسب لهذا الطرف؟ انا اعتقد بعد الخلاف الكبير في المكون السني اللي مضى على اكثر من 11 شهر طبعا بدا يشعرون الشركاء، واحس انه المكون الشيعي ونواب الشيعة يتمنون تمرير هذا الموقف، لانه هذا الموقف يوحد الصف لربما والقبة التشريعية بحد ذاته، ويحسب نجاح إذا مرر هذا القانون والقوانين البقية إلى السيد محمود المشهداني الذي عول الكثير على أن محمود المشهداني لربما لا يتمكن من قضية إكمال هذه المشاريع وتصويت عليها، وبالتالي هنالك خلافات كبيرة بين الإقليم والمركز والمكون السني والشيعة. إذن الشيعة ما عندهم اعتراض عليه، ولكن اعتراض على فقرات مهمة جدا اليوم. هذا جانب عملية اعتراض على هذه الفقرات حتى مع تمرير تعديل الأحوال الشخصية. لا تعديل الأحوال الشخصية تقريبا واصلين ترى قراءة أخيرة إلى يعني ممكن يعطله إليك. ممكن إذا ممكن. أنت تعطل لي العفو العام أنا هم لا لا هذا ممكن شخصية. بس إحنا ما نخلي هاي الرهانات أستاذ والعقارات أيضا بالنسبة للقوى الكردية. نطل الشعب العراقي رسالة مطمئنة، أمهاتنا الله يحفظهن، أخواننا اللي في الغربية واللي في الجنوب، أن هنالك اليوم مظلومين في السجون، وبالتالي أنا يدي مع يد من يشد في قضية تمرير قانون العفو. أبدا قانون العفو مهم جدا للعراق، يعني يغير أحوال وضعه هواي طبعا بالتالي، وتعديل لربما النفوس الآن. أكو كهرباء اليوم، وداخل الكهرباء أكو قبة اليوم، وداخل هذه القبة أكو قبة الكهرباء وخلص. ما تقدر مو بكيفك. أنت اليوم نائب، والنائب مرتبط بالزعيم، والزعيم عنده رأي متغير مع الزعيم الثاني، والاختلافات موجودة، وهنالك موجة كبيرة لا ننساها اليوم، يعني موجة اليوم من الحكومة اليوم، هنالك اتفاقيات. هي القوانين نفس الإرادة عند قادة الكتل خلي تكون. نتحدث مثلاً عن العفو العام، الأحوال الشخصية، وحتى العقارات. لو شوية مثل الإرادة اللي استخدموها والصرامة اللي استخدموها بجلسة التصويت على رئيس مجلس النواب، يقعدون بالخط الأول ويخلون عيونهم تراقب علامة التصويت والمناقشة للسادة أعضاء مجلس النواب، تنحسم هذه القوانين بسرعة إذا يستخدمون نفس الآلية. ضمن الدستور لو خارج الدستور؟ لا، هو ليش المشهد اللي صار ضمن الدستور؟ أي مشهد التصوير أنه نائب يروح يصور صوته و هسه هذه يعني هذه شنو اللي بيها يعني؟ واذا انا بصوت او ما صوت او صوره وما صوره، ترى هذه مو ما ما طبيعي. ما 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 طعنا بالدستور العراقي. اليه عمل الدستور العراقي في البرلمان كانت رسميا تصويت طبيعي، صور روح صور، انا صوتت لفلان وانت صوت لفلان، صورني ماكو مشكله. المهم انا جبت محمود المشهداني خليته رئيس البرلمان، حليت العقده. زين اللي كنت تتهمني انت مبقي مع محسن المندلاوي والاطار شريك وهواي حكي عن الاطار. انت شنو تقدر تحسمها من اول جلسه؟ ما تنحسم استاذ علي، شلون تنحسم؟ هسه انت ليش تفرز القوانين تربطها بانه ايضا لابد ان تكون بالاتفاق؟ هذه قوانين مهمه للشعب العراقي. اذا انا اليوم اجي اطلع مثلا اطلع لي مجرم مثلا، اضرب لك فد مثال، واضرب على الدستور العراقي والقوانين، وانت طعنت اكو عاقل يطلع مجرم؟ لا ممكن لا ممكن. ما هو مرة يقول لك أنا ما مشارك ويا داعش، أنت شون الدليل عندك؟ يقول لك الدليل عندي أني أنه أنت أكو اليوم إلك عندك مجرمين، إلك مخبر سري، نور زهير مجرم، مخبر لا منو قال لك نسدد قضية نور زهير؟ من يدعي أن نور زهير؟ خلينا نروح لموضوعنا. لا ما نتحول، بس راح أعطيك فد نقطة. نور زهير أكو اليوم والله نور زهير مو مجرم، والله مو مجرم. نور زهير مو مجرم؟ مو مجرم. لا استاذ وائل هذا الكلام مو منك. والله مو مجرم. لا انت انسان مثقف واعي عراقي، شلون تحكي هذا الكلام يا اخي؟ يا استاذ شو العلاقه؟ نور زهير متورط ومجرم، وبالتالي الرجل ده يعمل. لا شنو ده يعمل؟ ده يعمل بمجال. شنو بيعمل؟ فتره من الفترات. كثير عملوا مثله
ومشت يعني صفقة القرن. انت صفقة القرن زهير طبعا نور زهير طلع علمك مكفل وداخل بالقضاء العراقي بس مكفل ويفتر بين الدول يعني يفتر هو شنو عنده اكو فلوس يجوز بسويسرا ما تطلع من سويسرا ترجع العراق اللي هو جاي يتنقل فلوسه ما تتنقل لا لا والله هو مكفل لو مو مكفل بالقانون عبد الرحمن انا ما اريد ابتعد عن القانون اريد اتحدث بالقانون زي. لو كان القانون الحقيقي هو اللي سند نور زهير مو نور زهير نور زهير علاقة رجال أداة استعملوه حرقوا منو السنده والله ايش ما ادري والله اذا والله انا اتمنى تكون عندك شجاعه واحنا ما شاء الله مو شجاعه لا انا عندي شجاعه يعني. وهذا نسمع انه مدعوم ومسنود من منو عندي شجاعه كلش كافيه يلا لكن مو ما يصير لكن الشجاعه سال من متهم ها رجعنا ايه؟ رجعنا ما رجعنا ما متهم دا اقول لك مسنود منو ساندي من من مسنود من اقول لك سيد انا اقول لك مكفل سيد اسمح لي ايه؟ واقول للشعب العراقي انت تقول مجرم هو الرجال طلع من المطار سابقا يا شعب العراقي سجلوها علي نور زهير يحاكم امام علن. الشعب العراقي وعلنا نعم علنا شنو لا طبعا علنا من قال لك مو علنا بس نور وانا لعد مراد علنا لا اسمح لي هذه تاويله هو هاي اعلاميا هو هو سيد رئيسية النزاهه راد محاكمه علنيه بالنهايه من هو شنو مصيره من هو من هو رئيسية النزاهه ايش طلب من قال خلي تكون بيني وبين القاضي التحقيق محاكمه علنيه اجراءات علنيه في مجلس النواب ما نطلع على مود ما نطلع من اطر لا هو الاطر الاساسيه نفس الاطر الاساسيه لما رئيس هيئه النزاهه يطالب بمحكمه علنيه والشعب العراقي مع قاضي التحقيق اي ماكو مشكله احنا داريد كل يعني كل شخص متهم اليوم نطلعه ونخلي الشعب العراقي اليوم يدوخ بهالملفات هاي ملفات اليوم معروفه مو المشكله العفو العام خافيش من نور زهير ايضا لا ما يشمله مستحيل هذه حقوق الشعب العراقي والشعب العراقي يطالب بها لا نور زهير ولا من مع نور زهير خلينا نلزمه اول ومن انت ليش ما تقتنع انه مكفل إيه مكفل يعني. انا دا اقول لك انا مقتنع بالقضاء العراقي انا قعدت ويا قضاة سالتهم قالوا مستحيل سيد هذا قانون سيد مستحيل يخرج من القضيه سيد عفوا حيبقى خارج العراق انا دا اقول لك مو مجرم لانه مكفل ومسافر بجوازه بطريقه رسميه من المطار انت تقول مجرم انا دا اقول لك المجرم بريء لحين اثبات متهم بريء الحين اثبات متهم بريء لحين اثبات تمام اذا انت تتلفظ بانه هو متهم مو مجرم انت تقول مجرم بس ولكن للامانه وانا اقول سيد بس تعطيني مجال اوصل لك القضاء يقول انت ليش ما تقتنع بالقضاء بس تعطيني مجال اوصل لك لا مش مسوي لك خليني اوصل لك تفضل نور زهير قضيته يشتري صكوك اكو عالم تطلب الدوله مثلاً شركات تطلب شركات تطلب هلهم. الدولة هو يجي يشتريها منهم ويروح هو يسحبها خلص هذا ما نقدر آني وياه هاي جريمة نور زهير؟ لا شنو؟ جريمة هاي صفقة القرن لا هاي المليارات أرجع لها وذي بصف بالملفات شون تولي خليني أرجع لها سيد عبد الرحمن هاي قضية سيد عبد الرحمن هذه ناقشها بعدين ناقشها موضوع الملفات لكن من جديد مع حضرتك أستاذ وائل والله مال الضريبة عمي سيد عبد الرحمن واضح هذه النقطة أيضا ناقشها سيد عبد الرحمن ورجعوها للناس سيد عبد الرحمن ناقش هذه النقطة لكن خلي من جديد مع الأستاذ وائل خليني أسألك عن القوى السياسية السنية الآن هل هي جاهزة قادرة على حسم الملفات اللي تتعلق بها داخل مجلس النواب بعد إنهاء أزمة اختيار رئيس مجلس النواب وعلى رئيس هذه الملفات هو ملف العفو العام قادرة القوى السنية تحسمه لا الموضوع مو موضوع قوى سنية الموضوع موضوع أنه أكو شخص اللي هو شخص دكتور محمود المشداني هو قادر على اعتبار أنه عنده علاقات متميزة بقوة سنية داعمته وقوة شيعية أيضا داعمته وعلاقات المتميزة بالأحزاب الكردية وخصوصا الحزب الديمقراطي فهذا يأهل إلى أنه يعني أكو أنا قلت له دكتور إحنا أنا كسياسي واقعي ما راح أطلب منك الكثير بل أطلب منك المهم تدري إحنا الفترة ما باقي لها سنة والقضية مو سهلة تماما يعني لكن يقدر ينجز المهمات بالتالي اليوم أي إنجاز ممكن يحصل في ما تبقى من الدورة هو إنجاز يحسب لمحمود المشداني في كفة وللكتل اللي ساندته في كفة أخرى القضية ما لها علاقة بالمكون السني
يعني اليوم ماكو شيء اسمه المكون السني، اكو الجهه اللي دعمت محمود المشهداني اللي هي منو؟ اللي هي سنه شيعة كرة، اللي هي عزم وسياده. اي بس الاساس بها منو؟ اللي هي ارجع واقول لك عزم وسياده الاساس. وتقدم من وديت؟ عزيزي تقدم والله العظيم هذا نصر وهمي، نصر وهمي هذا الموضوع. بس ما اعرف القوى السنيه ويا ما نتعاملوا. شو هذا؟ شلون كلام هذا؟ ويا ما نتفاوتوا. ما له علاقه، السيد الحلبوسي اليوم زعيم تقدم اليوم كان من اول لحظه مثابت على انه محمود المشهداني، وبالتالي لما قعد ويا الاطار وتفاوض واعلنها بالاعلام يعني زين قال نعم انا تم الاختيار هسه غصبا. هسه السيد انا ليش ما اقدر اكمل رايي يعني؟ ليش ما اقدر اكمل رايي؟ يعني انت ليش تضوج من المداخل؟ لا مو اضوج، مو جنابك تصحيح جنابك توضيح. لا مو توضيح يعني. انت راح تفوت علي الفرصه مثل ما هسه تقول انت تقول 55 الحلبوسي زعيم. ها الحلبوسي زعيم ده تقول الاطار زعيم تقدم طبعا بس عفوا عفوا تفضل. السؤال المهم هو كان السيد الحلبوسي يفاوض الاطار على التصويت لمحمود المشهداني لو على فتح باب الترشيح؟ لا على التصويت، لا على فتح باب الترشيح للحظه الاخيره هو يريد فتح باب سيد الترشيح. سيد يقول لك على التصويت، انا ما لي علاقه بالسيد على عينه وعلى راسه ولا يقتنع برأيه. بس هو بس هو اللي ولا يقبل اداخل هسه غير هذا واقع. هسه احنا ما نحكي بتاريخ 1400 سنه، بدنا نحكي قبل اسبوعين زين. الموضوع كان لازم تكون دقيق استاذ امام شعب ترى، يعني اذا معلومه مواصلتك مو معناته مو دقيقه سيد. لا تفضل هسه كمل معلومه انت وانا ثبت اذا اكو تصحيح. الكلام الكلام دوري على مود لا اقاطعك. الكلام ولا واضح تزعج. الكلام واضح جدا كان ذاهب باتجاه فتح باب الترشيح. ها هسه عليش هم تداولوا اسم نائب زياد الجنابي حتى ينفتح باب الترشيح، رشحون زياد الجنابي. هادي العامري في لقاء داخل قبة البرلمان وهو دا يمشي ويا محمد الحلبوسي ويا زياد الجنابي، اجى سأله واحد يمكن على قناة الشرقية سوى ويا لقاء، قال له انا اشكر ابو صقبان اللي غلب مصلحة المكون ومصلحة العراق على مصلحة الشخصية. شنو هي مصلحة الشخصية؟ فسر لي اياها، فسر لي اياها. انه الموقع استحقاق تقدم. لا وش العلاقه؟ هو تقدم الحلبوسي بهذه الطريقه يقول لك ما هو مو تقدم، هو مو تقدم زياد الجنابي، طلع من تقدم. والحلبوسي واقف كان قال اشكر الحلبوسي، ليش اشكر زياد الجنابي؟ كان الجميع ذاهب باتجاه فتح باب الترشيح لترشيح زياد الجنابي. اصرار بيان العزم واصرار الاطار على الدكتور محمود المشهداني هو اللي امضى الموضوع. زين هسه خلينا نرجع اسالك. هسه انت الان تتحدث عن شخصيه السيد المشهداني وقدرته على المناوره مع بهذه الملفات وبالتحديد العفو العام، لكن الاطار هل سيسمح بتمرير العفو العام؟ اي ليش ما يسمح بهذا التوقيت؟ ليش ما يسمح؟ شوف الاطار الاطار هم أنا ينظر الى وضع الشارع السياسي السني. الشارع السياسي السني وصل إلى مرحلة بالفترة الأخيرة إلى أن يكون أكو طرف كلش قوي وأطراف مو قوي. المجيء دكتور محمود المشهداني ممكن يعيد التوازن بالشارع السياسي السني. يعني هسه قد يضعف هذا الطرف، قد يقوي هذا الطرف، بالتالي أكو رح تصير توازن لأنه القوة اللي صارت جتي من المنصب. المنصب اليوم راح إلى شخصية ما ممكن تحابي هذه الكتلة على حساب ذيك الكتلة، فراح يكون المنصب راح يعمل المنصب بشكل مستقل، راح ترجع الكتل السياسية هذه تلعب على إعادة توازن القوى. هذا الإطار يدركه كل زين وعرف أنه المشكلة وين كانت مفاصلها، فراح باتجاه أنه ممكن يتعالج، ممكن يوفر الأرضية إلى معالجة هذه الأمور. أرجع وأقول لك لن يكون محمود المشهداني سنيا، سيكون عراقيا، وسيعمل على أن يقر قانون العفو العام. دي شو السنة مو عراقي؟ على اعتباره لا، يعني أقصد حيعمل بنفس وطني مو بنفس مذهبي. راح يكون راح يعمل على قانون العفو العام على إقراره، ولكن بصيغته الحقيقية اللي ممكن العالم، ممكن المظلوم هذا اليوم اللي صار له كم سنة بالسجن يطلع، يعني يرجع خلاص بصيغته الحقيقية. ايش تقصد بالصيغة الحقيقية اللي تخدم الناس؟
اللي تخدم المنظومة. وانت اللي شوفت خدمك ما تخدم الإطار أو العكس. لا أيضا لا ماكو عزيزي بس سمحت قبل قليل السيد عبد الرحمن فصل لك الموضوع. الإطار يعمل بصبغة إسلامية. لا تتخيل أكو أحد بصبغة إسلامية ممكن يرضى على نفسه أنه يكون أكو بريء بالسجن متعلق برقبته. فلا الإطار ممكن يوقف بوجه الموضوع ولا الكراد ممكن يوقف بوجه الموضوع. هذا الموضوع صار له سنوات معطل. زائد ماكو أحد يكتبه بصيغة صحيحة. زين، هي نتيجة السياسات. اليوم احنا رحنا الى تقسيم القرارات، تقسيم القوانين، قانون كردي، قانون سني، قانون شنو هالحكي هذا؟ هذا برلمان؟ هذا برلمان؟ اكو شيء يعني برلمان يعمل على تكريس طائفية داخل المجتمع؟ هل هذا الكلام صحيح؟ مو صحيح. اول ما اجى دكتور محمود الكلام اللي تفضلت به كلام منطقي، هو ما رافض قضية الأحوال ما رافضه. يقول لك أنا ما عندي مشكلة، تردون قانون أحوال قانون جيب المدونة، بس جيب المدونة أرد أعرف أنا على شنو أصوت. أنا مو أجي اليوم أصوت على القانون وبعد ست أشهر ما أعرف إيش راح يصير. جيد أستاذ وائل، خليني مع الأستاذ عبد الرحمن. إذا أنتم كقوة سياسية شيعية كإطار بالتحديد أغلبكم قوة إسلامية، وبالتالي ما راح تكون عندكم حالة رضا على وجود أبرياء في السجون، هكذا يعبر الأستاذ وائل. نعم فعلا، ولكن لا، ليس الإطار كل اليوم يعني إسلامي. موجودين المدنيين موجودين بالإطار، هسه قيادات الإطار خلينا نقول اي هسه حتى قيادات الإطار. منو المدني بالإطار؟ منو المدني؟ هو ياكم مثلا، يعني أنا لا تحكي لي بصبغة إسلامية وهو يتحدث بقوانين. احنا ما يعني قوانيننا واضحة ترى، ما يحتاج لها يعني. حتى هذا قانون الأحوال الآن بالتعديل ترى مو بعيد عنه صارت اعتراضات عليه بمفاصل منه، جزء منها مثلا البنية زواجها إذا تكون قاصر هذا صعب جدا. هذا غير بالعرف الاجتماعي مختلف اليوم. العراقيين عندنا أخذوا آراء، أخذوا أجوا من القرآن جزء من يمه، أخذوا من الحياة الطبيعية اليوم متعايشة بالمجتمع. أيضا نفس قانون العفو، أيضا نفس العملية ترى، لكن ما له علاقة بأنه اليوم الأحزاب الإسلامية أنه تتعامل بالعاطفة. ماكو هيك منطق بكل دول العالم. إحنا ما نتعامل بالعاطفة، نتعامل بالقانون والدستور. القانون اليوم يقول شرع القانون. شلون شرع القانون؟ بس شوية خلي العاطفة تكون حاضرة عندك. أبرياء بالسجون عدالة، هاي عدالة. أنت من تجي على البريء تطلع من السجن، هاي مو عاطفة، هذا عدالة، تحقيق عدالة. ما يصير غير أكمل فكرتي. تحقيق عدالة هذا مو تحقيق عدالة. من نقاطك ما تقبل. تحقيق عدالة هاي لو مو تحقيق عدالة. إيه خلص. بس وبالتالي نفس العملية، مو أنت خليت صبغة الإطار كليته بصبغة إسلامية وتركت المدنيين هو الدستور يعني سيد المالك الليبرالي إسلامي. أنت عندك مدنيين ليبراليين بال لا اسمح لي مثلا يعني القوة الناشئة اللي جديدة هي اللي دخلت طبعا. خلي أقول لك امتداد اليوم امتداد مو إطار. لا داخلة بالإطار إلها جزء بالقرار. ممكن امتداد اسمح لي إلها جزء دكتور على الركابي ما أدري لا اسمح لي أنا أقول لك شلون إلها بالقرار. لا إلها بالقرار، إلها بالقرار، لا تخليها بعيدة عن القرار. أنت لا تخلي سيد الركابي ما عنده شغل وعمل بس فيها الإطار. يعني عنده مشكلة ويا تجربتكم، عنده مشكلة ويا قراراتكم. شلون لا ما عنده مشكلة يحضر اجتماعات دكتور على الركابي؟ مو إلا يحضر بس يعبر عن رأيه ورأيه مسموع مثل الشارع العراقي. وين يعبر عن رأيه بالإطار؟ احنا نتحدث عن قول الإطار. اسمح لي مو أنا ما نتحول الإطار كل لا مو سامو حتى تفهم غلط. عبر عن رأيه حركة امتداد مو جزء من الإطار. لا مو جزء بس هي إلها رأي، إلها احترم رأيها. رأي كمناقشة تقصد؟ ناقش طبعا من حقها وتنطي رأيها بالإعلام وتوصل صوتها. شو تناقش بقانون الانتخابات خليتوهم؟ خلينا ايش لازم هالازمان؟ ايش تناقش؟ يلا خليك دخلتوا عليهم العسكر. لا لا غير اكو خطأ، اكو خطأ كان في وقتها، هسه ما اريد نرجع لهذا الموضوع. اي لا تقول لي اناقش رأيي. اسمح لي، اذا قانون العفو استاذ وائل انت عندك تقول اليوم مثلا انه الصبغة الاسلامية، زين وين اللجان القانونية اللي تتحدث وتقنع اليوم السيد محمود المشهداني وتقنع النواب الكرد والسنة والشيعة؟ وأمام عائق أنت خلي في بالك، ليش نبتعد عنه؟ الآن ماكو اختلافات بعيد عن موضوع أنه اليوم صبغتهم إسلامية. ماكو، هم نفسهم اليوم نفسهم الإسلاميين ما مختلفين يعني؟ لا يعني بالتأكيد مختلفين. مثلا دقيقة يعني أنت اليوم شو تمثل الإقليم؟ ها؟ نطاق الـ يعني الصبغة الإسلامية لو المدنية؟ يا إقليم الإقليم الموجود اليوم مسعود نوابة يا أخي لا ليبرالي لا ليبرالي
ليبرالي احسنت. اذا اكو 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 صبغه مدنيه موجوده زي. بالقرار اذا موضوع لا بس هم مو جزء من الاطار. عفوا سيد انا تكلمت نواب تحدث عن الاطار. لا لا انت اذا تحكي اداره الدوله انا احكي اطار تنسيقي. أي. اطار تنسيقي ما التشريع التشريع ما يجي من الاطار يا حبيبي. لا يجي هو من السؤال. القبه التشريعيه بس هو اسمعي هو السؤال. يا اخي اللي يشرع القانون النواب يا حبيبي الله يخليك زي. اللي يتناقش على القانون بالورقه. لا لا هو اللي سالني هو اللي سالني يا استاذ علي سالت عن الاطار هو سالني عن الاطار اجزم بسؤالك هو استاذ وائل عنده صوره غير الصوره اللي انا عندي. السؤال واضح لا مو انه انتم كقوى سياسيه اطاريه اي كلكم قوى اسلاميه فما ترضون الاطار الاطار تمام. مو المتحالفين فما ترضون تمام. ما ترضون أي. انه بريء يكون موجود بالسجن. احسنت هذا ما نختلف عليه. اكو ليبرالي بالاطار لا خلاص هو هذا قلنا. لكن انا اللي اقوله بس خل اكمل لك انا اللي اقوله مثلا اليوم الاخوان مثلا نوابهم نوابهم هسه مو انا داعش على زعامات زي. اليوم السيد مسعود عنده اليوم عنده نواب بافال غيره غيره السيد عمار السيد المالكي كلهم اليوم عندهم نواب اليوم مرتبطين بلجان قانونيه. اذا هي اللجنه القانونيه تقف امام موضوع ما تقدر تحله ما تقدر تعالجه شو يريد يسوي السيد محمود المشهدان يلا شو يريد يسوي يعني يعني ممكن اللجنه القانونيه تقول لك مثلا انا هذا ما اقدر اطلعه. لا هي لا مو كيف تطلعه اللجنه القانونيه هي ما تملك انه تطلعه وما تطلعه سيد اللجنه القانونيه اللجنه القانونيه هي اولا هي اولا يعني. ها لو تطي لا لا القانونية. هو انت وين مشكلتك وين وين مشكلتك مشكلتك بقضيه الانتماء وقضيه المخبر السري الثانيه احنا شنو اللي رايدي شنو اللي رايدي اعاده المحاكمه الف رحمه على والديك بنفس مصير. الاليه مصير. بنفس ليش ما تصير ليش ما تصير مو انت هنا فقدت اليه الشهود فقدت اليه ليش فقدتهم فقدت لا ماكو عفوا لا مو ماكو عفوا استاذ علي ليش نعقدها احنا لا لا عفوا خلينا قالها مستخرج قانوني اكيد ماكو راي يقول لك العفو العام بصيغته الحاليه ما راح يطلع عبريه هم ذولا ما يلحقهم شهود جماعه المخبر السري هو مخبر سري كاتب عليهم ماكو شهود لا شلون مو بالتوقيت ماكو شهود استاذ وائل استاذ وائل خليني استاذ وائل اكو مخبر سري اكو مخبر سري عفوا اكو مخبر سري كاتب عليهم تمام اجتي القوه في وقتها راحت اعتقلتهم اي انعرضوا على القاضي القاضي يطلب المخبر السري ما يجي ياجلهم زين خلينا نسالك هذا السؤال ما يجي ظل هذا الوضع الحالي استاذ وائل اثناء هذا الموضوع صار اكو كتل واعترافات جاهزه من الكتل اجى وقع هسا انا ارد اسال استاذ عبد الرحمن وارجع له الوضع الحالي يسمح بتمرير هذه القوانين العفو العام الاحوال الشخصيه والعقارات انا اتحدث لك بصراحه امام الجمهور والوقت المتبقي الوقت المتبقي مع ضغوطات من قبل السيد محمود المشهداني على رؤساء الكتل هذا الجانب على الجلوس على الطاولة المستديرة اليوم احنا فاقدين الطاولة المستديرة طبعا. زين هو بالطاولة المستديرة انا سؤال مشترك لكم راح اسالكم الان نعم. تتحدث عن الطاولة المستديرة والطاولة المستديرة تحتاج قيادات موجودة القيادات من افضل من يمثل المكون الشيعي اليوم سياسيا على طاولة مستديرة بصراحة فيها سني شيعي كردي انا راح اسال الاستاذ السيد المالكي افضل من يمثل أفضل القوه الشيعيه افضل من اليوم يمثل القوه الشيعيه الزعيم وشيخ الاطار السيد المالكي بدون جدل وبدون نقاش ليش بدون جدل وبدون نقاش انا واحد اكو اسباب اكو اسباب انطيني اعطيك اسباب اعطيني اسباب غير اعطيك مبررات لو انطيك لو هيك السيد هذا العامر وين خليته لا السيد هذا العامر شيخ الاطار لا لا اسمح لي انا بالنسبه لي اعلنت يعني قبل فتره انه شيخ الاطار السيد المالكي وعند الاختناق السياسي تجد طاوله السيد المالكي هي الحل الاول والامثل بدون نقاش وبالتالي خلينا نتحدث حتى هذا اللي ما تطرق له استاذ وائل انه الجلسه الاخيره لحل هذا النزاع في بيت السيد المالكي وبعدها في بيت السيد عمار الحكيم ونفس المستخرج إذن السياسي الشيعي الأول هو سيد المالكي إن شاء الله الكلمة الأولى والأخيرة لسيد المالكي أكيد أستاذ وائل خليني أسألك نفس السؤال سنيا من الأفضل ويستحق أن يكون على طاولة مستديرة لحل كل هذه المشاكل اللي نتحدث عنها يعني هي شوف للأمانة أنت ما تقدر تجي تقول من الأفضل لأنه أكو أجيال تبدلت على أدائه وقراراته ورؤيته وقراءاته لكن بالمرحلة الحالية اكو موقف صار من خلاله نقدر نعرف منو اللي كان ناجح بهذا الموقف يعني مثلا نتحدث عن قضيه رئاسه مجلس النواب اللي هي امتدت قريب السنه حقيقه انا اشوف موقف
سيد مثنى السامرائي زعيم عزم كان أكثر اتزانا من غيره ووصل إلى مرحلة التعدي عليه وما شفنا من عنده ردة فعل، وصل إلى مرحلة الضرب وما شفنا ردة فعل، الهجوم والتسقيط اللي كان عليه ما شفنا من عنده أي ردة فعل وظل متزن، وهي للأمانة أنا الرجل ما أعرفه. لكن المواقف السياسية مرتبطة أيضا بالهجوم الانتخابي. ظل متزن عفوا، ظل متزن ومصر على ترشيح الدكتور محمود المشهداني إلى أن ظفر بالمنصب. ومن ظفر بالمنصب الآن السيد المشهداني من ظفر بالمنصب الآن المشهداني يحسب للسيد مثنى السامرائي. هو مرشح عزم عزيزي، هو مرشح حدث في البداية الأوراق الرسمية والرجل مرشح تقدم مرشح هذا الكلام مرشح عزم 50 جلسة مرشح عزم هسه نفس المشهداني من السيلة تقول له أنت مرشح منه يقول لك مرشح عزم طبعا ما يقدر يقول لأن هو رسميا قدم أوراقه بس لا أستاذ وائل مو دقيق هذا كلامك حبيبي هذا كلام رسميا رسميا قدم الترشيح مالته بس الترشيح الأخير لا لا ما كل أخير هو الترشيح الواحد اللي الكل راح ورشحه تم تقديمه عن تحالف تقدم لا حبيبي لا لا الورقة اللي مضيتوا بها يا ورقة مرشح ورقة عزم لو تقدم ورقة تقدم أيشن نعم أستاذ علي وبالتالي المنافسة اللي كانت اسمح لي أستاذ علي ليش قاعد دخلوا منافسة أستاذ علي خلينا نسألك الآن عن هذه الملفات أستاذ وائل بس دقيقة أكو فت قضية بس خلي أوضح لكم هاي النقطة الترشيح صار ترشيح واحد ماكو ترشيحين يعني من انسحب شعلان الكريم ماكو احد جاب مكانه لانه ماكو ترشيح ثاني بس صارت متغيرات بس عفوا خليني اوضح لك الموضوع الترشيح كل من راح شال ورقته راح قدمها باسم تحالفه شعلان الكريم مرشح تحالف تقدم محمود المشهداني مرشح عزم سالم العيساوي مرشح السيادة طلال الزوبعي مرشح الحسم عامر عبد الجبار مرشح مستقل ورقة الدكتور محمود المشهداني تحمل عنوان تحالف عزم أبوك الله يرحمه هذا الموضوع ما يراد للنقاش سمو الإطار يمنى ما له علاقة هذا الشيء الرسمي أنا دا أحكي لك الرسمي تم ترشيحه باسم تحالف تقدم دا أحكي لك بالأوراق الرسمية وكلامي عن من عزم وكلامي رجعوا التقدم وكلامي لا لا هو أصلا اللي حسم الموضوع بيان عزم وحسم أو السيادة العفو شنو هو اللي قاله إحنا بالتصويت شنو البيان شنو له علاقة بالبيان عم اللي حسم الموضوع تصويت صار رسمي شو اليوم دمك حامي على تقدم شنو لا لا شنو الحب هذا لا والله وين الحب شو اخر مره تهاجمه شو عدي وياهم تحالف تحالف ما لا ما كنت تحالف لا شلون اسمه حافظ لا لكل هسه حتى اكمل كلامي لكل وقت خبر لكل وقت خبر اقول ارجع واقول ظل هذا الى ان ظفر بالمنصب وعندما خرج بلقاء تلفزيوني من نسأل على الدكتور محمود المشهداني قال هو اليوم رئيس مجلس نواب وأبونا كلنا وهذه الحقيقة ما قال أرنب زين هسه هذه الملفات هذه الملفات اللي نتحدث عنها الآن ممكن تحسم بالفترة المتبقية من عمر مجلس النواب لازم هذه موجود هذه موجودة بورقة العمل الحكومي مو بالضرورة كلها تتنفذ احنا تعودنا في حكومات سابقة في تجارب سابقة ترحيل ملفات لا لا شوف للأمانة السيد السوداني أسأني مع كل احترامي للسيد الكاظمي والسيد حيدر العبادي هم كلهم قدموا ورقة عمل حكومية لكن أبدا ما كانوا جادين في تحقيق هذه ورقة العمل السوداني يحمل جدية بهذا الموضوع يعني على قدر المتعلق به ما البعض يتحدث عنه تعرض إلى ضربات سياسية السيد السوداني على الأقل من الإطار لازم منها انتخاب المشهداني مثلا لا لأنه لا كان يرغب في السيد العيساوي رئيس لا 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 ما كان لا يحضر هو حتى قصة السيد خميس الفجرية مرتبطة في التقارب مع السوداني في اجتماع في الاجتماع في الاجتماع الذي أعلن به الإطار اسم دكتور محمود المشهداني كان السيد السوداني حاضر ومؤيد بقوة جيد أستاذ عبد الرحمن خليني في وقفة أخيرة مع حضرتك إذن هذا الرأي الذي يطرح أنه ثمة ضربات سياسية وجهت للسيد السوداني وبقية ضربة واحدة من ائتلاف دولة القانون مثلا منها انتخاب السيد المشهداني رئيسا لمجلس النواب وحتى قصة إبعاد أو استدعاء السيد الخنزر لهيئة المساءلة والعدالة هو مرتبط بموقف سياسي من تقاربه مع السيد السوداني وأن الضربة الأخيرة ستكون تعديل قانون الانتخابات وعراب هذا المشروع ائتلاف دولة القانون
ابدا طبعا ماكو اختلاف، كل يتصورون يعني الاغلبيه وانا مسؤول عن كلامي هذا، لكن اكو ورقه، اسمح لي، اكو ورقه متفق عليها طبعا، وانت تعلم جيدا يعني ربما انه ائتلاف دوله القانون هم الاكثر مقاعدا باعتبار بهذا المستوى اللي نتحدث به في البرلمان العراقي. بالتالي هم كانوا ناصحين الى الاطار، واذا غير انسحب التيار وصرتوا انتم الاكثر، يعني اعتقد دور ثاني، دور ثاني صعد دور ثاني. اوكي ماشي تمام تمام. المهم اخواننا التيار ان شاء الله يرجعون ان شاء الله. اي اعتقد لا ماكو ضربات للسيد السوداني، ولكن هنالك تصحيح المسار، يعني اليوم الشارع العراقي اي تصحيح المسار، هو تصحيح المسار المقصود بهذه الضربات. استاذ علي، قبل ايام مرت علينا مطره بسيطه يا اخوان، مطره بسيطه في العاصمه بغداد، واعتقد الاغلبيه جلست ببيوتهم ما قدروا يتحركون بمركباتهم. ايوه صوت السوداني؟ لا مو صوت السوداني، صوت ما اعرف، انا اسالك صوت موريتانيا هاي اسالك. لا السيد السوداني رئيس وزراء، هذا اللي كنت تدافع عن خدماته. لا ولا يزال ولا يزال دافع عن خطواته. انا بهذا مكانك، هذا المكان يشهد سجال وياك على الخدمات. هسه انت ليش تعتبر نقطه انا يعني اذا صار بها خطا ما يصير انتقدها؟ لا هذا واجبي انتقدها انا ما دام انا اطلع بالاعلام وصوت وعندي ناس. انتقاد مبني على موقف سياسي لو على واقع. انت لا دا جاوبك على سؤالك، انت تقول انت بس عود قبل ما تختم طين وجه زين مرخصتك يعني لا ما احكي على استاذ علي. استاذ علي هسه غرق الشوارع تحمله للسوداني؟ لا ما حمل لا السوداني. انا حمله لكم حمل الحكومه كلها. ولكن انا اقول اكو يعني اصلاحات، هذه الاصلاحات اليوم السيد السوداني ماضي بها، ولكن ببطء. دولة القانون وغيره يريد إسراع بهذه القضية، لكن المشاريع تنجز كما اليوم نتبع. ما خايفين من السوداني؟ إحنا؟ أي؟ أبداً مستحيل. أديش السوداني تعديل قانون الانتخابات؟ السيد السوداني إذا السيد السوداني ليش تردوا تعدلوا قانون الانتخابات؟ أكيد لمصلحة اليوم، لمصلحة اليوم المواطن العراقي. اليوم الحزب والتيارات تشوف شنو الأصلح إلها، تقدر تغير وهذه القضية ما مرتبطة. إذا أكو اليوم جمهور للسيد السوداني، وأنا حسب معلوماتي اليوم أصبح السيد السوداني اليوم عنده جمهور وعنده ناس، وبالتالي أنت تحكي لي على مرتكزات من عام 2003 مثل دولة القانون، حزب الدعوة الإسلامي اللي عنده روابط ومكاتب لا تعد ولا تحصى، اليوم ما تهز أي قضية. بالتالي اليوم هو عنده جمهور الخاص بي. اليوم اتحدث لك عن ملايين اليوم، واكو صندوق اقتراع، فماكو مخيف بالعمليه. التنافس موجود ما بين الطرفين. ما هناك من يقول انه اذا عاد التيار الصدري السوداني سيكون الثاني او الاول، وبالتالي دورة القانون سيتراجع. اعتقد هذا طبعا تحليلي الشخصي، لا يعني محسوب على تيار القسم الوطني ولا غيره، ولكن تحليلي الشخصي انه الأول في الانتخابات القادمة التيار الصدري مع دولة القانون. يعني مناصفة؟ أكيد. يعني ماكو أول؟ لا أكو أول. إحنا من يقول تحالف لا اسمعني تحالف. شلون التحالف؟ تحالف؟ نعم. ليش؟ قل لي ليش؟ لازم تسألني ليش؟ لأن تحالف قبل الانتخابات لو بعدها؟ لا قبل الانتخابات أكيد. قبل الانتخابات؟ طبعاً قبل الانتخابات. جاي تتحدث أمنية؟ لا مو أمنية. هذا تحليل مو أمنية. ليش أمنية؟ خط الشهيد لا انا اقصد امنيه لو معلومات. سيد عبد الرحمن ما له شغل الرجال بهاي الخطوط. ما له شغل بهاي الخطوط. ما له علاقه بالخطوط. اذا انا اتحدث وياك خليني اساله. امنيه لو معلومات. التيار الوطن الشيعي لا يدخل ولا يتفق مع اي شخصيه اليوم من الشخصيات الموجوده في المكون الموجود الشيعي، اسمح لي، ولكن يتخذ الطريق الاول وهو خط الشهيد الصدري الاول. خليني اسالك حتى قبل ان انتقل للاستاذ وائل، عنده شيء يريد اختم به. رايحين للتحالف تيار الوطن الشيعي ودوله القانون قبل الانتخابات ان شاء الله؟ ونعم بالله. اكو شغل؟ لا انا ما اجزم لك اكو شغل، بس اقول لك قبل الانتخابات اكو رؤيه قريبه جدا اليوم. تفضل استاذ وائل حتى اختم. استاذ علي بس خلي اوضح لك فد شغله اقل الدقيقه تصير واضحه للمشاهدين. اقل الدقيقه، السيد السوداني كهذه الدائرة دائرة كبيرة. الدوائر الثانية طبعا هو ما يقدر يدير، تدري الرجال خو مو اخطبوط يدير كل المفاصل. لا عادي طبيعي يقدر يدير كل المفاصل. فأكو عنده وزراء بمهمة. ومستشارين و و و و و و ذولا جابوهم الأحزاب. ذولا جابوهم الأحزاب. من تغرق بغداد السوداني المفروض يحاسب اللي
جاب الحزب، ابو الحزب راح يقبل هذا يتحاسب المستشار او الوزير بالنهايه، أو انا احاسب احاسب المسؤول بالنهاية الاول بالنهايه بالنهايه احنا الانتخابات بالسنه الجايه نهايه السنه الجايه لوين وصلك المي بهاي المطره؟ غطى لك الشف مال رجلك؟ الانتخابات الجايه راح يوصل المي الى هنا حتى يسقط السوداني، حتى لا ينتخبل شارع العراق. هذا اتهام مو صحيح. منو اللي شنو راح تجي صخره عبعوب من جديد؟ لا ما يصير. ليش؟ ليش تتهم؟ هذا تحليلي. ما عندك مبررات للاتهام يعني. انا تحليلي يعني انت تحليلي. هذا اتهام للاطار. انا تحليلي انا تتهم الاطار انه يسد اليوم اليوم راح يسدون المجال. ليش هو مو اكو تحالف اداره الدوله؟ تحالف اداره الدوله بس لا من المساحه اللي ينافس فيها السودان. اكو معالجات وتتعالج القضيه، وليش السيد السوداني ما ماضي بالمعالجات؟ مو قعدوا امانه بغداد وسووا معالجات. شكرا جزيلا، انا اشكركم السيد عبد الرحمن الجزاري والاستاذ وائل. والله العظيم راح تغرقون الرجال الى الى ان شاء الله. على طيب وكرم المتابعه، الى اللقاء.